للحديث عن ارتفاع أسعار الطحين في العراق والأزمة المعيشية الخانقة التي تضرب العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش. أهلا بك معنا شيخ فايز. حياك الله ومرحبا. أهلا بك شيخ فايز. نظمت غرفة تجارة بغداد كما تعلم وقفة احتجاجية رفضا للارتفاع الواضح في أسعار مادة الطحين. السؤال هنا، هل أضحى رغيف الخبز حلما لدى العائلات العراقية مع تدني إمكانيات العراقيين اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. بكل تأكيد هذه الأزمة هي ليس عن طريق الصدفة، بل إنما هي مفتعلة من الجارة إيران وبالاتكاء على أدواتها من الأحزاب والميليشيات المهيمنة على الملفات والقرارات العراقية. وإلا كان الشعب العراقي قبل سقوط النظام السابق أو قبل تغيير النظام السابق بهذه الحصنة من الأحزاب والمرتزقة كان يصدر ملايين الأطفال إلى خارج العراق بعد الاكتفاء الذاتي لأبناء الشعب العراقي وعموم مناطق العراق. وبالتالي عندما تقطع إيران المياه عن العراق بكل تأكيد سيعدم القطاع الزراعي في العراق وسيلهك الشعب العراقي. وهذه الحالة هي التي تريدها إيران، إنهاك الشعب العراقي وإفقاره لكي يكون لحالتين لسببين. السبب الأول لكي لا يكون موحد ويكون ملتهي بفقرة حتى لا يستفد على هذه الأحزاب وممارساتها من السرقات والقتل والاختطاف والجرائم التي حصلت في العراق. والسبب الثاني هو إنهاك الشعب العراقي اقتصاديا يعني زراعيا حتى يفتك على الجارة إيران ويقوم باستيراد بالاعتماد على استيراد المواد حتى المستهلكة من قبل إيران مقابل إنهاء قطاع الزراعة في العراق. نعم، لكن لماذا تغيب مشاريع الدعم للطحين ورغيف الخبز في وقت زالت فيه تداعيات أزمة النفط عن العراق؟ بكل التأكيد هي الحكومة تسعى من هذا، لأنه بتوجيه من إيران حتى يبقى العراق بوابة استيراد من قبل إيران من إيران، وحتى يبقى مكبل زراعيا واقتصاديا ويبقى متكئ واعتماد الأول والأخير على الجارة إيران، ولكي تنهض إيران اقتصاديا لأنها بسبب محاصرة اقتصاديا في هذه السنوات. نعم، ولكن كيف تضمن إيران يعني نجاح مخططاتها ويعني هذا السعي لديها لإضعاف العراق، كيف تضمن كل ذلك؟ تضمن من خلال أحزابها ومن خلال الميليشيات المتواجدة والمتسلطة على القرار العراقي ومن خلال قطع المياه التي تأتي من إيران إلى العراق، قطع المياه والاتكاء على هذه الأحزاب الطائفية لتنفيذ قرارات تخدم المصالح الإيرانية على حساب مصالح الشعب العراقي وعلى حساب قوته وعلى حساب فقره، ولكي يبقى شعبا فقيرا مهلكا لكي لا يكون يلتفت الى قضايا اخرى مصيريه مثل ازاحه هذه الطقمه الفاسده او محاسبتها نحو الفساد او نحو الاختطاف او نحو القتل او نحو الجرائم او ازاحه المخدرات طيله 18 عام. نعم، ولكن يعني من جهه اخرى الاحزاب يعني لا تفتأ أن تعد بالرفاهية وتطلق وعودا بالنهوض من هذه الأزمات الاقتصادية وأيضا الخدمية، بناء على ماذا تطلق هذه الوعود؟ عندما يكون الشعب العراقي موحدا ومتمكنا ماديا واقتصاديا ولم تسوده البطالة ولم يسوده الفقر، هناك خشية لهذه الأحزاب ولهذه الميليشيات من هيجان الشعب العراقي ومن إنهاء هذه المشاريع ومنها المشروع السياسي وهذه الأحزاب الطائفية. وبالتالي يبدو بأنه توجيه حكومي حزبي ميليشياوي نحو هذا التصرف
ليبقى الشعب العراقي فقيرا منهكا لكي لا يتمكن من التحرك في المرحلة القادمة أو المراحل القادمة ضد هذه الأحزاب وإساحتها من السلطة. نعم، هذا الصراع السياسي الحاصل اليوم بين أركان العملية السياسية في العراق، يعني شيخ فايز، هل يؤشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود نية للتغيير لربما لدى هذه الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران؟ يعني هو من المعروف بأنه الشعب العراقي بعد 18 عام سئم من هذه الأحزاب، ومقاطعته لهذه الانتخابات إلى نسبة ما يقارب 17 أو 15% هذا يؤكد بأنه أصبحت هذه الأحزاب وهذه الميليشيات وحتى المرجعيات الدينية قراراتها مرفوضة من قبل الشعب العراقي، وبالتالي الآن الأحزاب والميليشيات تخشى من خسارة أو من البقاء في السلطة أو من البقاء في التحكم على رقاب الشعب العراقي، فلذلك ظهر التنافس ما بينها، وبالتالي سيكون العراق في المرحلة القادمة ينزل بحالة خطر لا سامح الله على حساب أبناء الشعب العراقي، ولكن قد يستغل الشعب العراقي هذه الفوضى وقد ينهض بمسؤولياته بثورة مستمرة عارمة لإنهاء كل مخلفات الاحتلالين الإيراني والأمريكي. نعم، إذن كنت معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ فايز الشاووش، شكرا جزيلا لك.